تحديات العنف في المرحلة الانتقالية، دور المجتمع المدني والأعلام في كشف الحقيقة، عوامل ساهمت في دفع أرامل الشهداء نحو معرفة الجنات. نظمت اللجنة الجهوية لتحقيق العدالة في اغتيال الشهيد محمد بن مفتي. التظاهرة هذه في عبارة على منطقة وطني، وهي ثالث تظاهرة تنظمها اللجنة الجهوية. في كل شهر نحن مبرمجين نعملوا تحرك، والهدف منه هو نوصلوا صوتنا ومساندة هيئة المحامين بالطبيعة لكشف الحقيقة في اغتيال الشهيد محمد بن مفتي. واليوم عن طريق طرح موضوع العنف اللي تميزت به المرحلة الانتقالية، وأبرز عنوان للعنف في المرحلة الانتقالية هو الاغتيالات السياسية، باش نوصلوا رسالة أنه نحن يعني اغتيال الشهيد زادنا إصرار وزادنا صمود للتحدي لظاهرة العنف، وباش حتى ما نعاود يصير عليه اليسار لعائلة الشهيد. لسان الدفاع في قضية الشهيد محمد بن مفتي يتحدث عن آخر المستجدات. هو تقريبا آخر مستجدات ملف بالمفتي أنه قاضي التحقيق استجاب لسان الدفاع وقام بالمراسلات للجهات الأمنية المعنية باش يمكنوه من قائمة اسمية بالأمنيين اللي كانوا موجودين يوم الحادثة. إلى حد الآن تقريبا مر شهر على المراسلات هذه، إلى حد الآن موقعش استجابة من الجهات الأمنية المعنية. وإحنا تقريبا هذا تخوفنا الكبير في القضية، أنه مع الوقت الصد متاع الجهات الأمنية يخلينا أمام تحقيق غير قابل للاكتمال، يعني لأنه إذا كان ما نتعرفوش ولا ما يمدوناش هما ولا ما يستجيبوش إحنا ما نجموش نكملوا في البحث. تخوفنا الثاني كما قلنا ديما أنه ينجم مع يتحول التكييف القانوني من قتل العمد إلى القتل الخطأ الموجود حاليا، ونشوف أنه استجابة الجهات الأمنية ما تكونش كان من لسان الدفاع، أنه يلزم أو المجتمع المدني يطلع بمهامه في الضغط على الجهات هذية باش تمكن التحقيق والقاضي التحقيق من المعلومات الكاملة اللي تخوله وتخول لسان الدفاع كشف الحقيقة. ومبدأنا ولا فرصة ملف بالمفتي هو فرصة لتكريس ثقافة عدم الإفلات من العقاب. لطفي نقض، شكري بالعيد محمد البراهمي ومحمد بالمفتي، ضحايا الاغتيال السياسي حقيقة لا لبس فيها، إلا أن واقع كشف هذه الحقيقة يحتاج إلى تكاتف كل الأطراف.